ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية الدورة التدريبية الصيفية 42 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية تحت شعار الابتكار طريق الإبداع. هذه الدورة سوف تعقد خلال إجازة نهاية العام الدراسي. نعم، برنامج الدورة تم إعداده سعيا إلى تنمية عدة مهارات لدى الطلبة باستخدام أساليب تدريبية وعلمية وزيارات ميدانية لتشجيعهم على ممارسة البحث العلمي خلال العطلة الصيفية. منذ أكثر من 40 عاما ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لا يألو جهدا في دعم البحث العلمي من خلال دورته الصيفية الذي يقيمها لطلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة. هذه الدورة التي يتدرب من خلالها الشباب في تخصصات علمية مختلفة تمنحهم الكثير من الفرص. بدينا هذا النوع من الدورات في عام 1976، بدينا بعدد صغير، عدد ما يتجاوز 16 طالب وطالبة، لكن الحين لله الحمد وصلنا إلى عدد 5600 طالب وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية التحقوا في هذا النوع من الدورات في عدة برامج تدريبية. طبعا عمر مر على هذه الدورات 41 سنة، وإحنا إن شاء الله بالسنة 42. لقد أثرت الدورة التدريبية الصيفية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية في حياة أجيال عديدة من شباب وشابات الكويت وطورت من قدراتهم وساعدتهم للوصول إلى غايتهم. تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي، وهذا موجود في المرسوم الأميري اللي أنشئ من خلاله المعهد. نعطي أولوية لهذه الفئة من الشباب أن احنا نهتم فيهم، نطور المهارات اللي عندهم، ننمي وننميها. هم الاستثمار الحقيقي، ونستثمر في هذا النوع من الفئة على أساس أن هم يخدمون البلد فيما بعد. في هدف آخر اللي أنا أوجه هذه الطلبة بهالمرحلة، الطالب يكون محتار وين يروح، أي كلية يلتحق فيها، وين يتجه، شنو التخصص اللي لازم يلتحق فيه. الدورة هذا العام حملت شعار الابتكار طريق الإبداع، حيث تشتمل على عدة برامج متنوعة. عدة برامج متنوعة، في برنامج الهندسة عندنا 4 أنواع هندسة: كيميائية وميكانيكية وكهرباء وكمبيوتر وعلم العمارة. أيضا عندنا علم تكنولوجيا النانو، عندنا أيضا الغذاء والتغذية، عندنا علم البيولوجيا، العلوم البيولوجية، عندنا علم الأحياء الدقيقة الميكروبيولوجي، وعندنا أيضا علم الجينات. أصبحت الدورة التدريبية الصيفية جزءا من تراث معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي بدوره يؤمن بأهمية تدريب العنصر البشري كونه أحد أهم مصادر الثروة القومية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.